والحمد لله احنا عاملين بقول لك في اغلب المراكز والمدن ده بخلاف المنافذ الثابته والمنافذ المتحركه والفروع بتاع جمعيتي والفروع بتاع السلع التموينيه، فالحمد لله موجوده، بس هو مفيش داعي للتزاحم وكل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. الخطه ان احنا عندنا 3 معارض رئيسيه في كل محافظه باجمالي اكتر من 100 معرض رئيسي على مستوى الجمهوريه، بالاضافه ان احنا الشوادر كلها اللي تابعه للساده المحافظين تبقى من ضمن مبادره اهلا رمضان. السيارات المتنقله اكتر من 300 عربيه تابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه. ايضا اتفقنا مع الساده وزاره الداخليه معارض كلنا واحد اللي هي مبادره امان اكتر من 3000، السلاسل التجاريه 1300 سلسله على مستوى الجمهوريه فيها ركن اهلا رمضان، المجمعات الاستهلاكيه حوالي 1200، الشركه القابضه للصناعات الغذائيه عندها اكتر من 30 شركه مشاركه هذا العام في المعارض، بتوصل لآليات السوق الحقيقيه بزياده المعروض. زياده المعروض يعني ضخ السلع ووجود منافذ، المنافذ هي الرئه او هو المتنفس الخاص بوزاره التموين، بيبقى عندنا شبكه توزيع منتظمه ومنضبطه فيها حوالي 40,000 منفذ بيصرفوا التموين والسلع الحره وسلع النقط العيش، فده اللي بيساعد على ضبط الاسواق والاسعار. المعارضات زي ما انت شايف رز ومكرونه كل مستلزمات البيت، والاسعار اقل من بره بنسبه 25%، والسكر المدعم 27 جنيه لاي فرد. المعرض اسعاره جميله جدا وكل حاجه متوفره فيه باسعار كويسه. الزيت ب 55 700 جرام، والبلح بيبدا من 37 لحد 85. اللحمه دي بلدي يا باشا ب 320 جنيه بدل 360 جنيه. الكبده البلدي ب 320. الصدق 250 جنيه، همبرجر 250 جنيه، مفروم ب 300. المبادره دي مش في رمضان بس، المبادره دي بقى لها 6 شهور على ارض الواقع. اكيد المعرض عليه اكبر، ما بيفتحوا هنا من الساعه 10 الصبح، بيقفلوا الساعه 11، ساعات بيقفلوا الساعه 10 وشغالين.